خرشبيبة مع صلاحتي السكوي. الجي سي سي أو الجي سي سي كما يحب البعض تسميته هو اقترب من النهاية. كما يخطئ البعض في تسميته ما يحبذ تقريب تحبيذ ميساج نحطوه يحبذ. اقترب من النهاية، برشا فيلم تعديت، برشا توانسة مشاو تفرجوا وملايين ملايين ملايين تربحوا في بيعان الشباتي. أنا ما بحسدش، أنا بنقي بس عرفت. وغدوة الاختتام وكل تانيت تشد أختها. واليوم سؤال فقرة شباب، هو إيش معناها كلمة تانيت وشنو هو تانيت إيش معناها كلمة تانيت 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 به. قبل ما أقول لكم العبيد شنو معناها شنو جاوبوني ولكل أو بشفسر لكم شنو هي تانيت أو بالأحرى شكوني تانيت. هي إله أنثى مبجلة لفيمينيست باش تعجبهم الفازة. هي تعتبر حامية مدينة قرطاج، تنجم تقولوا خدمة في رومبون الفلوكة قبل بحكم حامية. كانوا يعيطولها وجه بعل، وجه بعل معناها كيما تاكسيستي وجه البلاد. قبل كانت وجه بعل معناها بعد تاكسيستي جاو أخذوا الأمور هذه. وتعتبر تانيت رمزا للأمومة والخصب والنماء وازدهار الحياة والترغيب. الخصب ولا الخصوب؟ الخصوب أما الخصب وحتى الخصب حاسبوا هي الأمومة الخصب النماء وازدهار الحياة والترقيم السيادي. ترى خلينا نبداو مع يمين، أعطيني يا باهي إيش معناها تانيت؟ من عرش ما عندي على حتى فكرة سيدي، جاء أول مرة نجي نفرج على فيلم هو سنة وكهو وكهو زيد على نسل فيك أنا نيجا عم جيس إني معناه يقول لي وتعون جيوبك بي سامحني قالك تاو ما نعرش. مش مشكل خلي نشوفه هدي لحنا طفلة هيك حساسة وأكيد باش تعطينا إجابة ولو حتى قريبة. مرش حاجات كيما نعرش باش يجي المخي كي تسمع كلمة تانيت مثلا باش يجي المخي فيلم سينما نعرش هكاك يجي المخي فيلم على أساس فم ممثلة قبل اسمها تانيت المفتاح. أما لوجيك خاطر الجائزة هي الجائزة اسمها تانيت تتعطى الفيلم معناها فهمت معناها لوجيك كلامها شوية. أما تانيت هي بيدها شكوني والإجابة جينا من عند مواطنة رفضت الكشف عن اسمها لأسباب أمنية وهنا احترمت الشيء هذا. من حضارة ممكن نهد عليسة قبل من الحضارة القرطاجية قبل هكذا. ما عندكش فكرة على المعنى متاعها؟ عندي صحيح ماكش بعيدة في قرطاج، أما كلمة تانيت في حد ذاتها معناها؟ متوقع حتى أنه إله كانوا يتعبدوه قبل في الديانات قبل، ممكن يرمز للحب يرمز للفن يرمز للإبداع يرمز تسكية حب تسكية فن تسكية تبيروج. إله كانوا يتعبدوه صحيح، أما الإله مشى على روحه عمل باساسيون إله آخر وهو يعبدوا فيه. برات نشوف محمد اللي نتصور باش يقرب لنا شوية الصورة. تانيت الحضارة متاعنا كارتاج، إله الفن حاجة كي من هكا دونك من الاستوريك متاعنا تاع تونس. عنا استوريك شرة كيما الاستوريك مثلا متاع الانترنت متاع طفل صغير مراهق استوريك أزرق. ترى نعملوا تنقيز الحات وهي هي تعطينا إيش معناها تانيت. عندكش فكرة التانيت هذي شنية؟ يعني سفينة حاجة حربية كاي نظن حاجة كاي. الفكرة استوحيتها من الاسم، من الاسم تاع تانيت. عنا تانيت البيخ الفلوكة تانيت تاعنا تاع الشركة التونسية الملح. أنا كلي تانيت؟ لا 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 مش تعلم مش كلي نطحت لا مش فسفز لا لا تانيت تانيت نقلت متاع مواتنين اي دز الناس يولي نقولوا رمبوان تانيت تانيت وما قلت حيت هزيت الآلهة بيدي لا ومستفينة برك قلك سفينة حربية تقاب بنت حوم عربي. تراه نمشيو لمحمد عزيز اللي الحقيقة موش بعيد بارش على جو السفن. تراه ما هي التانيت؟ نار تيتانيك نار تيتانيك سفينة تيتانيك خاطر فيلم ماخو جايزة هذيك خاطر التانيت جايزة وتيتانيك فيلم خذيه جايزة دونك تانيت سفينة. هو ده المنطق ولا مش هو؟ أنا هكا تانيت عليك وطمنت. وماكم تعرفوا السفينة الكبيرة اسمها تيتانيك اللي أصغر منها شوية هكا تانيت وكيبدا يو تصغرونا كي شوية شو اسمه؟ ونختموا بالإجابة الأفضل اللي جينا من عند محمد علي. تراه هي تعطيني باس كلمة باهية مادام فيها جائزة. أي كلمة باهية هي؟ دونك شنو يقصدوا بها مثلا؟ معناها عبد باهي مثلا حاجة يعمل حاجة ياخذ عليها جائزة. واضح كلمة باهية بنت عائلة من الدار القراية من القراية للدار ما تصفر شعرها قبل ما ترقد. مو هو الحقيقة لو كان جيل يعمل حاجة باهية في تونس ياخو تانيت طلع شنو يصير؟ راهو عندنا فائض في إنتاج التانيت. فقرة شبيبة فقرة شبيبة مع صلاحتي السكوي.